حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا في برنامج الشادي، ونستضيف اليوم والآن وفي هذه اللحظة ضيوف أمسيتنا لهذه الليلة، المنشد ظافر الحبابي وكذلك المنشد إبراهيم عواد، واللي نحييهم مسي عليهم بالخير. أبو دليم مساك الله بالخير، حياك يا مرحبا ويا مسهلا، مساك الله بالنور يا سلطان، مسي عليك بالخير وعلى اللجنة وعلى الحضور، وأحسنتوا الاختيار، اللجنة أساتذة ونتعلم منهم الكثير، والله إن حتى حنا بيقيموننا ذا الليلة حنا ضيوف. أنتم فوق التقييم، الله يعطيكم العافية. الله يطول عمرك. إبراهيم عواد مرحبا يا أبو مشعل مليون. يا مرحبا، حياك الله، يا هلا، متشرفين بتواجدكم. الشرف لي، طال عمرك، الله يسعدك. الله يعطيكم العافية. أنا ببدأ مع أبو دليم ظافر عن الإنشاد والأداءات اليوم في بلاي باك، أعمال مسجلة لكم، عندكم مسيرة كبيرة جدا من الأعمال الصوتية، احنا ودنا نسمع العمل الخاص في ظافر الحبابي، بنرجع أسألك عنه وبناقشك معه. أبرك السعادة طبعا. الله يبارك في أيامك. نبغى عمل ظافر الحبابي اللي موجود عندكم. طيب أعطونا العمل. يعطيكم العافية، صح صوتك ظافر، صح، الله يبدنك يطول عمرك. طبعا الأبيات هذه من كلمات الراحل الشاعر الكبير سعد بن جدلان، الله يرحمه إن شاء الله برحمته، اللهم أمين. ظافر، لك أعمال من كلمات سعد بن جدلان، سعد الرشيدي، شعراء كبار رحلوا، اختيار الكلمات والأداءات اللي مثل هالأعمال، هل هي أحيانا تزيد الحمل على المنشد في أدائها، أنك جالس تشيل شيلة الاسم كبير وله باع كبير في مجال الشعر؟ صحيح طال عمرك، الأبيات الزينة طال عمرك يحتاج لها لحن طيب، وأنت يا أما أنك بترفعها، هو ما يختلف على هذين، الأبيات تبقى ما هي على جودتها، لكنك لا تدخل عليها وأنت ما أنت بقادر أن تعطيها اللحن اللي يليق فيها. يا سلام، ولا الحان توفيق وعسى الله يوفق الجميع، وأكيد عندكم المطاليق ذا قد أثروكم بالكثير. طيب أبو دليم، يعني بدايتك أنا أذكر أن ظافر الحبابي شفتها على الشاشة قبل 10 سنوات، إلى الآن وش اللي تغير في مجال الشيرات؟ والله طال عمرك تغيرت للأفضل، والمجال دام أنه يجي فيه إبداع ما راح يوقف،
فالشباب الله يعطيهم العافية كلهم مبدعين، وكل فترة يدخل على الإنشاد جيل يرفعونه إن شاء الله. لكن هل تطور المجال هذا وتغير عن بداية؟ صحيح، تطور من جهة الهندسة ومن جهة الألحان، في تطور كثير، الله يوفقهم جميعا. صار قريب من الفن مثلا؟ أنت تدور بنات في جيبنا العزايا هذه، لكن الشيلات والفن كلها فن ما يحتاج. فما شيء يبقى على حاله، كل ما تطور المجال بدأت طال عمرك تسجيل عادي، يوم بعدها تطور المجال دخل فيه توزيع ودخل فيها أهات، وللحين في تطور أفضل. لكن بالنسبة للمنشد الأصعب الآن ولا قبل؟ أتوقع أن الآن أنه أسهل دخول المجال من قبل. أسهل من قبل يعني من القديم. وش السبب؟ والله طال عمرك كثروا المنشدين، وسهل طال عمرك التسجيل، تقدر تروح وتسجل أعمالك على راحتك، وكثرة الاستوديوهات بعد تدعم المنشدين. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بنرجع معك، لكن روح لأبو مشعل إبراهيم عواد. أبو مشعل بس ناخذ المايك. يا مرحبا، يا هلا وغلا. أول حاجة مسي عليك ومسي على الأساتذة اللجنة، الدكتور فيصل وأبو فارس وأبو سالم، الله يعطيهم العافية، والجمهور من خلف الشاشات. الله يعطيك العافية. إحنا ودنا نسمع العمل اللي لإبراهيم، وأنا ودي أسألك عن قصة العمل بعد وتفاصيل. تفضل. عطونا عمل المنشد إبراهيم عواد. يا حلو يا مملوح، والله تراني ليالي ليالي مر كاسي شربته، أبطيت عني ولا خبر منك جاني، حرام تذبح قلبي اللي ملكته. يا حلو يا مملوح، والله تراني ليالي ليالي مر كاسي شربته، أبطيت عني ولا خبر منك جاني، حرام تذبح قلبي اللي ملكته. قلبي تولع فيك والله بلاني، وليه بفرقك حبيبي حرقته، حبيبك اللي من فراقك يعاني، من فرحته وشلون بالله حرمته. قلبي تولع فيك والله بلاني، هو ليه بفراقك حبيبي حرقته، حبيبك اللي من فراقك يعاني، من فرحته وشلون بالله حرمته. وهمي اللي صار ضدي طواني، طويات كتاب والليالي يمسحته، أنصحك لا تأتي من البعد عاني، حبيبك الأرض الوسيعة احضنته. فرق عن الدنيا وغدر الزماني، فرق عن عيون بسهم نذبحته، فرق عن الدنيا وغدر الزماني، فرق عن عيون بسهم نذبحته. يا حلو يا مملوح، والله تراني كاسي شربته، أبطيت عني ولا خبر منك جاني، حرام تذبح قلبي اللي ملكته. يعطيك العافية أبو مشعل. الله يعافيك أبو مشعل. غالب أعمالك تميل إلى الحزن شوي نوعا ما، وش السبب؟ وش سالفة القصيدة هذه اللي بيعتها؟ القصة هذه هو صحيح أغلب الأعمال اللي أميل لها ملامسة للإحساس،
هذه طبعا قصة الشاعر تركي الشمري. هذا مزوج زوجتين وزعلت الزوجة الثانية ورفضت أنها ترجع بتاتا، واتصل علي خالي وأنا كنت في الحسا كنت في الجامعة، قال عندي واحد يطلبك طلب. قلت لي هو؟ قال موضوع واحد اثنين ثلاثة. طبعا العمل للأمانة يعني الكلمات شوي حزينة، فقلت أرسل الكلمات وأرسل الكلمات، فالشاهد سوينا العمل وأرسلناها، وأرسل للعمل لأخوها وأرسلها لزوجته ورجعت للزوجة وللآن عنده موجود. زين زين يا أبو مشا ها دكتور عندك مشاكل شيء؟ أقول خطير والله، يبغانا ندخله معانا في الإرشاد الأسري. طيب خلني يا أبو على طاري الدكتور طلب منك أداء على مقام البيات. والله الدكتور فيصل أنا تعلمت منه الكثير الأمانة. يستاهل. فجميع المنشدين، جميع المنشدين الكل يمتلك طبعا إحراج علي إني أتكلم بهذا الكلام، واللجنة موجودة وأخوي ظافر، لكن كل إنسان عندي قناعة إنه يمتلك صوت جميل، لكن ليس كل صاحب صوت جميل هو جميل، لكن إذا اجتمع جمال الصوت والإحساس ازداد جمالا. فالفنان هو الذي يتحكم بإحساس المستمع. فهذه الدكتور فيصل تعلمنا منه هذا الشيء للأمانة، ويعطيها ألف عافية. والله انطمنتنا يا أبو مشعل، حطيتنا أصواتنا كلها جميلة. نعم صوتي زين؟ أبدا. الله يجزاك خير. طيب نبي نسمع الطلب اللي على مقام البيات. فليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يعطيك العافية يا أبو مشعل. تحب اللون الأبيض؟ لا ما له علاقة بالأبيض مرة؟ لا لا ما له علاقة. آسف بس أجيب لك هو بعد. يعطيك العافية يا أبو مشعل. ظافر أبو دليم، إحنا ودنا نسمع أداء صوتي، وسواء يا لايمي ولا غيرها من اختيارك. في تقييم لجنة؟ تقييم أبو دليم ما يحتاج، أنت على إبراهيم. طيب في كلمات الشاعر سعد بن شفلوت الله يمسيه بالخير. رحب فيصل على العرض ومرحبا. ابو دليم نقرب المايك. يا لا يا من المولى لا تلومون لو شبت النار في قلب شبايبها خلوه يشتاق كان الله في عون طبع المحبين تشتاق الحبايبها ومجنون متولع في حب مجنون ويموت في حبها ويحب شايبها. سلامة طلع وانت سالم صح صوتك يا ابو دليم.
أبو دليم، أنا بس ودي أسألك، عندك يعني تنوع أعمال، عندنا الشيلات الحماسية، شيلات المناسبات، الغزلية، الحزن، يعني عندك أكثر من لون في الشيلات، أو نسميها أكثر من غرض في الشيلات. صحيح. وش الأقرب لك يا أبو دليم؟ والله طال عمرك فيها أعمال اللي هي الحماسية أغلبها خاصة مدفوعة الأجر، وفي طال عمرك الأعمال الغزلية اللي أنت تقدمها وتكلف تكاليفها. أغلب الأعمال الغزلية أنت اللي على ما قال تتعب الكلماتها وتدفع تكاليف، يعني ولا الثانية الحماسية مثل ما قلت لك هذه مناسبات خاصة. يعني الحماسية كدخل، والشيلات الأداء الثاني تكون لك وللجماهير بشكل عام. يا سلام، وش الأقرب لك طيب؟ والله اللي مدفوعة ولا اللي أنت؟ والله طال عمرك الأقرب هي الأعمال اللي يعني مثل ما تقول الغزلية، والأشياء اللي تطرب لها ويطرب لها الجمهور. يا سلام. لو أقول وش أقرب عمل لظافر الحبابي من أعماله كلها؟ والله طال عمرك أقرب عمل يلي مع المفرقة الغربي تمرونه، يا حظكم فيه يومكم تشوفونه، قولوا له العمر يركض والزمن يجري، لا يحسب الناس والدنيا على هونه، وعلمي به العام يوم جونا صافي قبل يجي جونا ناس يحوسونه، في أهل السواليف ما أدري عن سوالفكم، فيني من أضيق شيء ما تحسونه. سلام الطلعة. يا سلام. هذه سالم. من كلمات الشاعر محمد السكران، مسي عليه بالخير. مسي عليه بالخير أبو عمر، ومسي عليك بالخير. العمل هذا كان من ألحانك؟ هذا من كان من ألحاني طال عمرك. الله يعطيك العافية أبو دليم، وصح صوتك ويعافيك ويطول عمرك. ومن يقول أبو مشعل يا نادية كان ما تدرين بمهلي، اشتهر لك مقطع تأدي الأبيات. إي نعم. وش سالفة الأبيات؟ ودنا نسمعها. طبعا هذه كذلك قصة للشاعر مهلي حشاش، مسي عليه بالخير، يمكن أبو فارس يعرفه، هو شاعر حق ربابة. فيقال إنها مصرية وكتب فيها الكلمات هذه. دكتورة؟ ما والله ما أدري، ممرضة ما أدري، دكتورة. طيب. والله ما لا ما ودنا ندخل متاهات. طيب. إحنا بلية داخلين فيها، وكل ما نمر قالوا يا نادية، هم يدوش السالفة بس يحسبوني إني أنا شخص عاشق ولا إني مغرم. هي. ولكن هذه الكلمات كلمات مهلي حشاش. أسلم. يا نادية كاني ما تدرين بمهلي، مسبتك من يشوفه قال عزالة، أمشي وقلبي سوات القدس محتلي، عليك قلبي جريح وحالتي حالة، معذور يا سيد العذرات يا خلي، مستعمر القلب ما يدري عن أحواله، أخذت قلبي تكرم خذني الكلي، دايم ندي ما شقى ما غبت عن باله. سلامتكم. صح صوتك أبو مشعل، الله يعطيك العافية. يعطيكم العافية جميعا. أبو دليم ظافر الحبابي، تشرفنا بتواجدك، شاكرين لك قبول دعوتنا ووصولك معنا في برنامج الشادي. الشكر لكم أنتم جمعتونا بالحوات الغانمة، وبرك الساعات، والله شوفتكم ذلي كلكم. الله يعطيك العافية. الله أبو دليم يطول عمرك. إبراهيم عواد أبو مشعل، شاكرين لك قبول الدعوة، والله يعطيك العافية. الشكر أولا موصول لقناة بداية،
وجميع ما نراه الآن في الساحة وفي الأمانة يعني في السوشيال ميديا الفضل لله عز وجل تملي هذه القناة العظيمة. ولا أشكر الناس، لا أشكر الله عز وجل. شكرا على الرئيس الأستاذ سعود العتيبي، وشكرا لأعضاء اللجنة، وشكرا من كل شخص يعمل في هذه القناة. وأنا شخصيا أعرف ما من جهد وتعب اللي يتعبونه، ولكن ما خلف الشاشات الذي لا يراه بواقع الميدان. فشكر وألف شكر لا توصف حقكم جميع فرد يعمل في قناة بداية. الله يعطيك العافية أبو مشعل، يعطيك العافية أبو دليم. إذا مشاهدينا ومتابعين الكرام، تشرفنا بتواجد المنشد الكبير ظافر الحبابي وكذلك المنشد الكبير إبراهيم عواد اللي تحفونا بمشاركاتهم وأداءاتهم، ولأن لمسابقتنا ولبرنامجنا برنامج الشادي التعلق الكبير في مجال الإنشاد، فضيوفنا أسماء كبيرة ونجوم دائما في مجال الإنشاد، نستفيد من تواجدهم على مستوى هذا البرنامج. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نستكمل وإياكم حلقة الشادي ومع خامس المتسابقين بدر آل عرفان، ويتواجد مع الزميل سعد الغرمول وابو ناصر. تفضل. مرحبا سلطان، نشكر الضيوف المبدعين اللي يتحفونا